هذا وأكد عدد من الصحفيين والكتاب بمناسبة يوم الصحافة البحرينية أن الصحافة أصبحت تتبوأ مكانة رفيعة بين أسرة الصحافة الدولية نظرا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جائحة كشفت عن الدور المهني للصحف أو الدور المسؤول الذي تقوم به الصحافة في المجتمع، بعد أن خلقت الشائعات الكثيرة والمعلومات الغزيرة والمتناقضة في كثير من الأحيان أجواء سلبية، وجعلت جمهور المستقبل لهذه الشائعات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التي تفتقد الشفافية والمصداقية في حالة من الإحباط والهلع، وهو ما ساهم في العودة مرة أخرى للصحف واعتمادها كوسيلة آمنة لاستقاء المعلومة الصحيحة، فزاد الثقة الرسمية والمجتمعية في الصحافة ودورها. في يوم الصحافة لابد أن نستذكر حجم المساحة والحرية التي أتى بها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة. فاليوم الجميع يحتكم لمسؤوليته الشخصية في العمل الصحفي، يحتكم لوازع المسؤولية والضمير في نشر المعلومات، لا يوجد رقابة عليه أنشر هذا أو لا تنشر هذا، وكذلك مساحة والدعم الذي يقدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لإخراج مشروع إعلامي وصحفي مستنير يتناسب مع المرحلة التي نعيشها ويواكب المتغيرات التي تحدث بشكل دوري في المجال الصحفي والإعلامي. أمام جائحة كورونا دور ريادي هام، وأثبتت بأنها رقم صعب وجزء لا يتجزأ من الصحافة الدولية. لقد كانت مرآة الشعب البحريني وصوت الشعب البحريني في المحافل الإقليمية والدولية. لقد لعبت جهودا كبيرة في تسليط الضوء على ما يقوم به فريق البحرين في مكافحة تفشي كورونا داخل المجتمع البحريني. إن الصحافة البحرينية تحظيان بدعم من جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. إن الصحافة البحرينية أصبحت نجماً متألقاً على مسرح الصحافة العالمية، وتتبوأ مكاناً رفيعاً بين أسرة الصحافة الدولية، وكل ذلك طبعاً بفضل توجيهات سيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه. فقيادتنا تعتبر الصحافة بمثابة خطة لرسم معالم طريق النجاح، ونحن فخورون بما حققناه في الفترة الماضية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي أعطى للصحافة والصحفيين حرية التعبير على كافة المستويات. نفخر اليوم بالصحافة المحلية والبحرينية والتي مارست دورها المسؤول في نقل جميع الأخبار ونقل جميع ما يحدث بشأن جائحة كورونا، وذلك وفق مصادر رسمية بعيدا عن الشائعات. مارست الصحافة البحرينية مسؤولياتها الكاملة تجاه جميع الأزمات التي مرت في المنطقة وفي مملكة البحرين. كما شهدت الصحافة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى إنجازات ملموسة على صعيد ترسيخ واحترام الحقوق والحريات، وهي أحدى ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. ونحن اليوم نعيش انفتاحا واسعا على جميع الأصعدة من خلال كلمة الحرة المسؤولة في طرح القضايا المجتمعية وإبراز المكتسبات الوطنية.